سلام البنات، لاباس عليكم. كيف ما كتلاحظوا هنايا الطريقه باش كنغسل الدجاج، وهنايا غادي نشارك معكم الشرموله باش غادي نشرملو الدجاج باش يجينا زوين ومحمر ويجينا الطياب ديالو فتي. هي الصراحه الطياب ديالو الفتي كيبدا من نوعيه الغسيل ومن الطريقه ديال الغسيل. وغادي نشارك معكم حتى الشرموله باش تشرملوه ويجيكم بنين. احنا ما غاديش نبقاو يعني الدجاج محمر ناكلو حتى العرايد ولا العراسات، نوجدوه نحضروه في الدار. وغادي نوريكم حتى الطريقه ديال الطياب ديال في الروج باش يجيكم هكذا كيف ما كتلاحظوا. غادي نشارك معكم ان شاء الله جميع التفاصيل وحتى الطريقه ديال التحمار باش يجيكم الدجاج محمر واللون ديالو كيشهي. وكيف ما كتلاحظوا حتى الضغميره، شوفوا تبارك الله الضغميره كتجي يعني شي حاجه اللي هائله. ان شاء الله بقاو معايا وغادي نشارك معكم جميع المراحل. نبداو على بركه الله. هنايا كنجيبوا الفروج من عند الجزار، يعني هذا يلاه مذبوح، يعني مذبوح في نفس النهار. صافي كنديروا في واحد السوبيره وكنديروا عليه واحد شويه ديال الملحه، يعني تقريبا واحد المعلقه ديال الملحه. كنديروا ليه واحد الغسله اوليه، بعدا كنشوفوا شنو فيه، يعني ضروري كندورو به في الاول. هنايا غادي نجبدوا دوك القشيوشات ديالو ونحيدوهم من الوسط ديالو. صافي هنايا غادي نبداو كيف ما كتلاحظوا انا هنايا حينتاش الدجاج ما غاديش نفصلو، يعني العنق خاصو يتحيد من هاد الدجاج، يعني غادي نحمرها. حيدوا العنق هو الاول، وهنا غادي تبداو تجبدوا في هذوك الجليطات من العنق حتى تجبدوا واحد الطرف ديال القرجوطه. هو ما كيكونش دائما، ولكن في الغالب كيكون، وعيب يعني الصراحه ما كت لا يعني ما يمكنش، خاصو يعني يفلت لكم في الطياب، ضروري ردوا ليه البال. ها هو كتلاحظوا في يدي كيكون طرف ديال القرجوطه، هذاك كيكون يعني بقى شايط ما بين فاش بغاو يجبدوا الكرش ديال الفروج والعنق ديالو. هنايا كنبداو نحيدوا المرحله الثانيه، كنحيدوا الريه. حاولوا تحيدوها بطريقه يعني احترافيه، جمعوها وحيدوها باش ما تفرتتش لكم الداخل. صافي غادي نحيدوا فيما يبان لكم الريش، حيدوه. هنا كنحيدوا من الاطراف ديال الفخذ. هنايا غادي نجيو الاخر ديال الفروج، غادي نحيدوا هذوك الجليفطات اللي كيكونوا هنايا، يعني كيف ما كتلاحظوا، ونحيدوا ديك الشحمه ما عندنا ما نديروا بها اللي كتكون في الجناب. وهنايا ضروري البنات حيدوا هاد الحبه هذه اللي كتكون هنا، هكا كرطوها هكذا بالموس هكذا، واحتفظوا على هذاك الرويس ما تحيدوش، حيت الدجاج محمر كيبغي حتى هو طريقته في يعني الدجاجه كتبغي شنو تحافظي عليها. اما الا كنتو غادي تقردوه غير حيدوا اللي بغيتو، ما كاين حتى شي مشكل. صافي هنايا من بعد ما حيدت هادشي اللي شفتوه دابا حيدته، غادي نحيد هاد الماء. صافي غادي نبدل هاد الماء وغادي ندير الخلطه اللي كتخلي لي الدجاج يجي فتي في الطياب. والبنات ردوا البال لهاد الجليفطات راه كيسدوا القادوس، يعني ملي ديروا الماء ملي تسخو ما داك حيدوهم. هنايا بالنسبه للخلطه عندي هنا معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض اللي كنخدموا به ديال الحلوه، وعندي الحامض كيف ما كتلاحظوا هنايا غادي نعصر نص حامضه، مازال غادي نزيد الحامض، غادي نخدم بجوج حامضات. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال السكينجبير. السكينجبير والفورس مهمه البنات للدجاج، قد ما كانت عندكم الكميه قد ما زيدوا. هاد الطريقه ديال هاد الخلطه هذه اللي كتغسلوا بها الدجاج خديتها يعني انا استفدت غير من عند الطيابات، الله يجازيهم بخير والله يجعلها في ميزان حسناتهم. يعني كتبقاي تسولي، كتحضري لشي بلاصه كتلاقي مع شي طيابه كتسوليها، وانا فيا التسول بزاف زعما الله يعفو كنبقى نسول كنبغي نستافد. صافي هنا كنديروا الفروج ديالنا، كنديروه كيف ما كتلاحظوا البنات. لما كانش الحامض انا هنا درت جوج حامضات، لما كانش الحامض ديروا الخل، داك الخل هذا اللي كتلاحظوا دابا، هذا ديروه تقريبا ديروه كميه مهمه من الخل باش تحيد ديك الزفوريه ديال الدجاج. هنايا البنات هاد الخلطه هادي كتخلي ديك الماده اللزجه اللي كتكون في الصدر وكتكون في الطرف ديال الفخذ كتجمع وكتجمد، كتولي تحيدها بسهوله، يعني ما كتبقاش شي حاجه صعيبه. صافي هنايا كنحكوه هكذا بايدينا كيف ما كتلاحظوا، كنبقاو هكذا نفركوه. البنات لا عندكم لاحظوا هذيك الماده كيفاش كتولي، يعني كتجمع ما كتبقاش يعني ما كتبقاش رطبه في الايدين، كتجمع كتولي حرشه دغيا كتكرط.
صافي هنايا البنات الى عندكم الوقت خليوه في هاد تكيوه هكذا على الصدر ديالو وخليوه تقريبا نص نهار، تقدروا تخليوه حتى 4 5 السوايع مرقد قد ما بقى مرقد قد ما غيجيكم فتي في الطياب. الا ما كانش الوقت بحالي انا خليته تقريبا واحد 40 دقيقه. الا ما عندكمش الوقت خليوه ما بين نص ساعه و ساعه الا ربع هكاك. صافي راه كيولي انا في هذه المرحله راه لقيته ولا فتي، يعني قد ما كثرتوا الحامض والزنجبير والفورس راه كيولي فتي، وهذوك يعني كيتنقى. لاحظوا معايا غير اللون ديالو كيفاش كيولي كيلمع. هنايا كنبدا ناخذ دوك الطروفه ديال الحامض وكنحكو من الداخل باش تحيد منه الزفوريه. صافي وكنبدا نشل عليه الماء، يعني صافي كنبدل ليه داك الماء وكنبدا نشلو حتى كيولي الماء ديالو ابيض. هنايا هذا القليب كنحيدو من الوسط، كنحيد منه دوك الجليفطات وكنقيه. البنات تبارك الله راني عارفه المتتبعات ديالي تبارك الله كلهم حادقات، الله يرد يعطيهم صحيحتهم، ولكن كاينه اللي يعني تقدر تستافد من اي حاجه في هذا الفيديو هذا، تستافد من طريقتي مرحبا بها. يعني نتمنى تكون وصلت لكم الفكره. هذا ماشي تقليل من ان كاينين البنات ما كيعرفوش يغسلوا ولا شي حاجه، تبارك الله كل شيء حادق، ولكن كلنا كنستافدوا. حتى انا لحد الساعه انا نيت كنبقى نسول وكنبغي نبحث وكنبغي نعرف، ما كاين حتى شي مشكل. كنتمنى يكون فدتكم بطريقه الغسيل. نبداو هنا نجيو الطريقه ديال الشرموله. هنايا عندي الربيع والمعدنوس والقزبر مخلطين، من الافضل يكونوا طريين. اننا فاش كنبغي نحمر الدجاج ضروري عندي هاد المكونات يكونوا طريين. بالنسبه للثومه كثروا الثومه البنات، حيت هذه هي المرحله اللي غنديروا فيها العطريه والتوابل فقط، هادشي هي اللي كندير. هنايا غادي ندير 6 الفصوص ديال الثومه صغار، الا عندكم كبار ديروا 3 كبار ولا 4 الثومه، غير كثروا من الدجاج كيبغي الثومه. هنايا بالنسبه للحامض انا غادي نخدم بهذا الحامض هذا المصير عندي. دابا ملي كنصيب الحامض هكذا في الدار، ملي كنديرو في السوبر باش نبدا زعما نديرو في المرقه، وهذا كيطلق واحد الماء هكذا كيكون خاطر. هذا الماء هذا بالضبط هو اللي كنصيب به انا، كندير به الدجاج محمر. كتعجبني ديك الحموضه اللي كيعطي كتجي زوينه. وطبعا الا ما كانش عندكم هذا الحامض، البديل هو اللب ديال الحامض، غير اللب ما ديروش الجلده. دكوها في المهراز ولا طحنوها في مولينكس وديروها في الخليط. بالنسبه للفروج واحد ديروا تقريبا نص اللب ديال نص حامضه صغيره. بالنسبه للتوابل طبعا داك اللب غتحيدوا منه العظومه، وهذا ما تخليوش فيه العظومه. بالنسبه للتوابل درت تقريبا معلقه صغيره ديال المروزيه ديال الدجاج راه كتباع عند العطار، ونص معلقه ديال الابزار، وعندي واحد المعلقه متوسطه ديال الكركم او الخرقوم عرق، وتقريبا معلقه ديال سكينجبير. الدجاج كيبغي سكينجبير غير كثروا منه. والسمن انا غندير السمن. بالنسبه للمواد الدهنيه انا غنكتفي بالسمن فقط، ما غنديرش الزيوت، ما غندير لا زيت البلديه لا زيت الروميه، حتى الطياب ان شاء الله عاد نديرهم. وبالنسبه للملحه ما درتش الملحه حيت يكفيني هذيك، حيت هو اصلا رقدته كيف ما لاحظتوا في الملحه والحامض وسكينجبير، يعني راه الدجاج اصلا دابا حاليا بقى ما شرملتوش وراه فيه واحد البنه عاد، يعني وان شاء الله الضغميره راني غادي نذوقها. الا جاتني ناقصه ملح وان شاء الله ما غاديش تجيني ناقصه ملح، غتجيني هي هذيك. بالنسبه للبنات اللي عندكم الهريسه ضيفوا الهريسه، انا ما توفرتش عندي الهريسه فقط، ما تضيفوش الملونات. بالنسبه للملونات انا حيت غادي نطيبو ان شاء الله بالزعفران شعره، ما غاديش نحتاج ندير دابا الخرقوم ولا ضويمه ولا حتى شي حاجه. صافي البنات هنا لاحظوا بانني غير كندير الصبع ديالي، يعني كنخشي الصبع صافي كيتثقب ليا الصدر، يعني الصدر ديجا دابا راه ولا فتي بهذيك الخلطه اللي رقدتو فيها، كيجي رطب هكذا كيجي يعني ودغيا كيطيب البنات. ملي كندير ليه هاد الخلطه ومني كندير ليه الخلطه ديال الغسيل وكندير ليه هاد التوابل راه دغيا كيطيب تبارك الله، دغيا كيوجد، يعني ما كياخذش ليا وقت طويل بزاف. انا هنايا راني ما دايرهاش، يعني ما غاديش نطيبو اليوم، غادي نحتفظ به في الثلاجه. انايا البنات الا كنتو غادي تطيبوه الغد ليه غسلوه وشرملوه يعني اليوم، وخليوه غير في البوزيتيف هكذا، ديروه في شي زلافه وغلفوه بالسلوفان، ديروه غير في التحت في الثلاجه الغد ليه طيبوه. الا كنتو غادي تشرملوه وتخليوه هكذا لجو ديها في الغفله ولا شي حاجه، ضروري تجمعوه وصلوه لهاد المرحله هذه فقط وديروه في المجمد، راه كيبقى صالح. كتجبديه من الميكا كطيبيه دغيا كيوجد ان شاء الله. دابا هذا الفيديو خفتو ليه يجي طويل، ما غاديش نشارك معكم الطريقه ديال الطياب في هذا الفيديو هذا، ولكن غادي ندير لكم يعني مباشره مور هذا الفيديو غادي نتلقاو الطريقه ديال الطياب ديالو، الطريقه باش تجيكم الضغميره ديال العراسات يعني ديال الطيابات تبارك الله.
ان شاء الله غادي نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وما سخيتش بكم البنات، ونتلاقاو في الفيديو المقبل ديال الطياب ديال هذا الفروج هذا ان شاء الله.